الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. سؤال من أحد الإخوة يقول فيه: أخي الكريم، لماذا خطابك مع الوهابية خطاب هجومي أو شديد، بينما تكون لطيفا مع بقية الطوائف كالشيعة والإباضية وغيرهم؟ طبعا هو سؤال يعني يدل على عدم معرفة هذا السائل بخوارج السلفية الوهابية أو بحقيقة السلفية الوهابية الخوارج. أنا سأعطيك مثال وأنت من خلاله تستطيع أن تعرف الإجابة. كلنا نعلم على أن الإسلام دين السماحة ودين الوسطية، وهو دين لا يحارب الأديان، يعني لا يحارب اليهودية ولا يحارب النصرانية، بل الله تبارك وتعالى يقول: لا إكراه في الدين. فالإسلام ليس هجومي وليس عنيف بحيث أنه يدخلك لابد أن تكون مسلم، هذا مش موجود عندنا، صح؟ ما حال الإسلام مع اليهودي والنصراني وحتى المشرك والملحد؟ إيش حاله؟ يعني تصور واحد ذمي، الذمي قد يكون مشرك، ملحد، كافر، ملحد، ذمي أو معاهد، إيش حكمه في الإسلام؟ كلنا نعلم على أنه يحرم عليه ما يحرم على المسلم، دمه وماله وعرضه. من هو الذي يجب مهاجمته وقتاله؟ الكافر الحربي. لماذا الكافر الحربي؟ لأنه معتدي هجومي. خوارج السلفية الوهابية حكمهم أو يعني مثلهم مثل الكافر الحربي، فهم معتدين دائما على المسلمين، على عموم المسلمين، سواء كانوا من أهل السنة والجماعة، وخاصة طبعا على أهل السنة والجماعة الذين حملوا مذهب السلف، مذهب الصحابة والتابعين وخيار التابعين وخيار تابع التابعين، هم أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية والسادة الصوفية وفضلاء الحنابلة ممن وافقوا السادة الأشاعرة والسادة الماتريدية. هؤلاء الذين حملوا مذهب أهل السنة، خوارج السلفية الوهابية ما تركوا أحدا على الساحة، ظلوا مهاجمين لأهل السنة، مهاجمين للشيعة، مهاجمين للإباضية، مهاجمين، يعني ما تركوا أحد، كفروا الجميع، رموا الجميع بأنهم خوارج كالإباضية، رموا الجميع بأنهم مشركون عباد قبور يعبدون القبور، بشركهم يعني أكبر من شرك اليهود والنصارى. هذا يدلك على أن هؤلاء مثلهم مثل الكافر الحربي، يعني تعاملنا معهم يجب أن يكون تعامل المسلمين يجب أن يكون مثل تعاملك مع الكافر الحربي المعتدي عليك. هؤلاء معتدون، طالما أنهم يعتدون باللسان يجب أن نهاجمهم باللسان، يعتدون بالكتابة نهاجمهم بالكتابة، يعتدون باليد ندفع عن أنفسنا باليد بالسيف. ولذلك محاربة من اعتدى عليك حتى وإن لم يكن يرجل وهابيا، المعتدي عليك من قطاع الطرق ماذا يجب عليك؟ يجب عليك أن تدافع عن نفسك وعن مالك وعن أهلك وعن عرضك، هذا في حكم قاطع الطريق. فما بالك بالخوارج؟ فالخوارج حقيقة هم أصلا قطاع طرق، مهاجمين مثل الكافر الحربي. طيب، خوارج السلفية الوهابية هؤلاء المقسمة اليوم، طبعا اليوم نستطيع أن نقول خوارج الوهابية السلفية المقسمة، طبعا نحن نقول السلفية من أجل الناس تعيما هم الوهابية، لأن كثير من خوارج السلفية الوهابية اليوم يكذبون على عامة الناس، يقولون الوهابية غير السلفية، فانتبهوا لهذه الأكاذيب. طبعا هم مذهبهم قائم على الكذب والتكذيب، يتعبدون الله بالكذب دائما، فهم كذبة، كذابون، منافقون، ذو وجهين. فخوارج السلفية الوهابية قائم دائما على الاعتداء ورمي المسلمين بالبهتان، ويا ريت أنه حق، يا ريت أنه حق، لكنه كذب وبهتان. يعني تعال معي مثلا، بعض خوارج السلفية الوهابية يعلقون على بعض المقاطع فيقولون: لماذا تصفنا أو تصف الوهابية بأنهم خوارج؟ هل خرجوا على أحد؟ بينما هم يصفون الإباضية بالخوارج. طيب، هل الإباضية اليوم الناس تعرف اليوم الإباضية، فرقة الإباضية في سلطنة عمان، الدولة نفسها قائمة على المذهب الإباضي، والمذهب والإباضية أصلا مذهب إسلامي، يعني منذ القدم الشيعة مذهب إسلامي منذ القدم، مع تعدد الفرق في الشيعة، يعني الله شتت الشيعة بشكل كبير، يعني صراحة أكثر من 72 فرقة. الوهابية طبعا الله شتتهم كذلك وجعلهم فرق وأحزاب وجماعات متناحرة، وهذه ميزة تستطيع
أن تقيم بها الحجة على خوارج السلفية الوهابية. أهل السنة والجماعة ليسوا أحزابا، مع أنهم ثلاث مدارس، مدرسة الأشعرية والماتريدية وفضلاء الحنابلة، لكن لا خلاف بينهم في العقيدة، لا أحد يهاجم الآخر عقائديا. دعك من الأمور السياسية ما في هذه الأيام مثلا، أو فلان ينتمي يعني يؤيد حاكما والآخر لا يؤيد حاكما، هذا شأنه شأن بسيط، مسائل خلافية الفقهية الفرعية. نحن نتحدث عن الخلاف الجذري في العقيدة. الشيعة مختلفون تماما في عقائديا مع بعضهم البعض، الوهابية مع بعضهم البعض خلاف عقدي، هناك من يرمي الآخر بأنه مرجئة من المرجئة، وبعضهم يرميه بأنه من الخوارج وهكذا. الوهابية ليست مذهب إسلامي، وإنما جماعة أنشأتها الغرب، أنشأتها بريطانيا والإنجليز قبل ثلاثة قرون على يد سمسارهم، السمسار محمد بن عبد الوهاب، الذي جعلوا منه على أنه الشيخ الإمام الشيخ الإسلام، يصنفون يعني مثل ما يصنف إبليس صنف نفسه على أنه سلطان الملائكة. هجومنا على خوارج السلفية الوهابية يأتي من باب الردع، من باب ردعهم وإيقافهم عند حدهم وتعريفهم بحقيقة أنفسهم، حقيقة مذهبهم. هم ظنوا على أن سكوت أهل السنة والجماعة عليهم من باب الضعف، وظنوا على أن أهل السنة والجماعة بسكوتهم وعدم هجومهم، وإنما دائما كانوا في مقام الدفاع يدافعون فقط. تجد علماء، أنا كان علماء أهل السنة أكثرهم أغلبهم المعاصرون، ماذا يفعلون؟ يردون على الوهابية في المسائل المختلف فيها. عالم من العلماء يؤلف في مسألة التوسل، عالم من العلماء يؤلف في مسألة التبرك، في مسألة الاستغاثة، في مسألة جواز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دفاع، كل هذا يعتبر دفاع. أنت حينما تؤلف هذا طبعا خير للأمة الإسلامية، بحيث أنها تتعلم وتعلم الحقيقة، لكن أولا يجب أن تعرف الناس من هم هؤلاء الذين يهاجمون أهل السنة، عرفهم حتى تضع حد لهؤلاء اللقطاء. إذا نحن أمام، يعني تصوروا، أنا أعطيك الآن مثال، شوف لي هذه الصورة، هذا الأسد، أسد، أسد الغاب، من الذي أمامه؟ من الذي يهاجمه؟ ضباع، وفي أحيانا قد تجد كلاب يهاجمون حينما يرونه لوحده يهاجمونه. شوف هجومهم كيف، هذا الهجوم يزول مجرد أن يأتي أسد آخر، أو تأتي لبوة، أو يأتي أسود، الضباع هذه تذهب وتهرب. نفس الكلام مع الكلام، هؤلاء الضباع هم مثل الوهابية اليوم. أنت الآن لو دخلت إلى قناتي يا رجل، لا عاد تذهب بعيد، تعال إلى قناتي وانظر إلى التعليقات، وانظر ضباع الوهابية كيف كلامهم في التعليقات. اذهب إلى قنوات خوارج السلفية الوهابية وانظر إلى التعليقات، هل ستجد من أئمة، من طلاب الأشاعرة، طلاب الصوفية، طلاب الماتريدية يهاجمون بمثل ما يهاجمون به خوارج السلفية قنواتنا؟ لا، لأنهم مثل الضباع ومثل الكلاب المسعورة، حينما تنفرد بأسد تقوم بالهجوم، نفس ما تراه في الصورة التي أمامك. هذه هي الوهابية، وهؤلاء هم الخوارج. ولذلك يا أحباب، نحن أمام جماعة كما قلت أسستها الغرب، جماعة أسستها بريطانيا، وليس مذهب إسلامي. لو كان مذهب إسلامي ستجده متعايش مع جميع الطوائف الإسلامية، متأدب مع الطوائف الإسلامية. تعال إلى مذهب الإباضية وانظر كيف تعايشهم مع السادة الصوفية، أهل السنة والجماعة، مع أهل السنة قرون قبل حتى أن تظهر الوهابية، وهم متعايشين مع الشيعة، الشيعة مع أهل السنة، رغم الخلاف الكبير العقدي. لكن تعال إلى رموز الشيعة، طبعا أنا لا أتكلم عن الرافضة، شوف هناك من الرافضة من هو تماما مشابه لخوارج السلفية الوهابية، ولذلك أنا دائما أقول خوارج الرافضة، لأن الخوارج أصلا الخارجي هو الذي حمل آيات نزلت في المشركين فحملها على المسلمين الموحدين، والخارجي هو الذي خرج عن جمهور المسلمين. عندما نقول جمهور المسلمين أي عن طائفة المسلمين بكافة الطوائف والجماعات والفرق. فالرافضة هي الوجه الآخر للغرب، هي الوجه الآخر للعدو، هي الوجه الآخر لإبليس بعد الوهابية السلفية. يعني لدينا الخوارج السلفية وخوارج الرافضة، هؤلاء في يعني على طريق ومنهج واحد في مسألة هجومهم على الإسلام والمسلمين وتحريف الإسلام والمسلمين. ولذلك تجد منهجهم قائم على السب، الشتم،
اللعن، لعن يعني بشتى الألفاظ القبيحة، هذا كله بسبب ما في تدين صحيح، إسلام صحيح منعدمين تماما. مهما رأيت من السلف الوهابي أو السلفية الأنثى أو الرافضي أو الرافضية تدين وعبادة وأخلاقه مع أهل السنة والجماعة مع المسلمين عموما تفضحه تماما وتعريه تماما، على أن هذا التدين الذي يلبسه إنما هو تدين هش لم يستقر في القلب ولم يزكي القلب ولم يهذب النفس، فتجده مثل الكلاب المسعورة والضباع المسعورة. وضحت المسألة، نسأل الله أن تكون الفكرة وصلت. ذلك نحن نقول دائما اليوم صار أهل السنة والجماعة السادة الأشاعرة السادة الماتريدية والسادة الصوفية وجوبا عليهم الهجوم. إيش معنى الهجوم؟ يعني أولا أن تعرف الناس من هؤلاء الخوارج، لا تقف. يعني حينما يأتي واحد ويقول لي الاستغاثة شرك، أقول له أولا من أنت؟ يعني أولا قبل أن تتكلم عن مسألة شرعية دينية وهي سنة محمدية عند جمهور أهل السنة، أولا من أنت حينما تقول هذا شرك؟ أنت أمامي لقيط من لقطاء الخوارج، خوارج السلفية الوهابية. هذا الذي يجب أن ننشره بين الناس، أن هؤلاء اليوم الذين أمامك أصحاب الدقون هذه وأصحاب اللحى المزيفة إنما هم في الأصل خوارج. هؤلاء الذين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم هم شر الخلق والخليقة. يعني تصور هذا الوصف ما جاء في أحد غير السلفية الوهابية، لأنهم قرن الشيطان. قرن الشيطان يعني أنهم حزب الشيطان، جند من جنود الشيطان، الوجه الآخر للشيطان، فهم الذي يقودهم ويحركهم إنما هو الشيطان الأول والأخير، تحت الأسباب الذين هم اليهود والنصارى والغرب، بريطانيا، أمريكا وغيره. طبعا أمريكا شتتت جماعة الوهابية حتى تفرعت من الوهابية يعني جماعات السرورية على المدخلية المداخلة، على المقبليين، على الفوزانيين، الفركوسيين، داعش، القاعدة، كل هذه بوكو حرام، أنصار التوحيد، أنصار الشريعة، حتى جماعة الإخوان كانت منهج دعوي صحيح في البداية، حينما انخرطت الدعوة السلفية الوهابية في وسطه انحرفت انحرافا كليا. ولذلك شتت الله شملهم وفرقهم وجعلهم جماعات متفرقة متناحرة، مثل الشيعة تماما، الاثنى عشرية، الإسماعيلية، الجعفرية، ما أدري أيش. يعني السيد عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ذكر 72 أو 73 فرقة من الشيعة في كتابه الغني. هذا الذي أردت أن أبينه لهذا الأخ الكريم الفاضل، نسأل الله السلامة والعافية. ونحن نقول دائما حكم الوهابي السلفي المسالم مع المسلمين، مع الشيعة، أهل السنة والجماعة، الإباضية، الزيدية، مع عموم المسلمين، متأدب، لا يكفر الفرق الإسلامية، وإنما يقول الاختلاف اختلاف فقهي، اختلاف حتى وإن كان عقائدي، وطبعا عقائدي مع الفرقة الوهابية ولذلك ليسوا من أهل السنة بتاتا، وإن كان عقائدي لكنه يلزم الأدب الإسلامي، أدب الحوار، أدب الإسلام أولا مع إخوانه المسلمين، هذا نجعله في حكم معاملته معاملة الكافر الذمي، مش الكافر يعني كونه كافر، لا، في مسألة كونه ذمي معاهد. لكن الوهابي المعتدي المحارب المهاجم، هذا نحن أمام كلاب مسعورة وضباع مسعورة، لا يجب السكوت عليهم، وإنما يجب أولا تعريفهم بأنفسهم أنهم مجرد لقطاء. مهما كنت يا وهابي تحفظ من القرآن، تحفظ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ستبقى كونك لقيط، ليس لك حظ من الدين طالما أنك لست مرتبط بسلسلة نورانية، سلسلة محمدية إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبر الصحابة وعبر خيار التابعين. ستبقى لقيط مهما حفظت من هذا الدين. والله لو حفظ القرآن كله وحفظ الأمهات التسع وليس لديه أسانيد بالعلوم الشرعية وفنون العلوم الشرعية،
إلى أهلها أسانيد أهل السنة والجماعة فلن يكون سوى لقيط من لقطاء العلم أو من لقطاء الدين، لأن اللقيط عند أهل العلم هو من لا إسناد له، هكذا وصفوا من لا إسناد له لقيط في العلم أو لقيط في الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.